شف فادي كيفك اليوم؟ كيفك تمام؟ أنا منيح الحمد لله. الحمد لله. أول شيء اشتقنا لك. إن شاء الله تكون هيك قضيت أسبوع ويك إند حلو. جيد جدا. خبرنا شو اليوم طبقنا؟ اليوم عاملين لازانيا بحشوة سبانخ وراح نحط بقلبه فتة. نحن بيرشين هون الفتة. أكيد في موزاريلا عوشه. نعم. وعاملين الكيل سلاد مع الكينوا. هلا كمان حاطين الجوز الطبيعي. والمشمش هلا موسم المشمش صحيح اوكي بقى فينا نحط مشمش المجفف بس انه بما انه موجود هلا موسم وطبيعي بنحط وكمان انا جايبه هذا المشمش مش المستوي في حموضه شوي وبعده شوي صغيره وعندنا هون عسل وعندنا هون عسل رح نعمل الصوص من الحامض والعسل وزيت زيتون يعني على طول العسل بيكسر الحامض شوي يعني مكونات الوصفه حلوه طبيعيه وخفيفه واللازانيا هي الباز وفي عنا هون وراء اللازانيا يلي هن مطبوخين نعم. هن بيطبخون في قسم من الناس بيسلقون نعم. بس عطول ننتبه بس نشتري البرودكت نطلع إذا مطبوخة ولا أوكي هيدي مطبوخة إذا مطبوخة شو لازم هيدي نعمل. مطبوخة يعني دغري نحنا منصفها بالصينية ومنحطها بالفرن يعني ما مش بحاجة لسلق مش بحاجة لسلق بس إذا غلطوا وسلقوها بصير شيء إذا سلقوها تستوي بتصير أسرع تستوي واللحمة تستوي وتفرط يعني بتصير كتير طرية يعني هون عنا كريم فريش هون عنا الكريم فريش هلا فينا نعمل اللازانيا بالبشاميل مثل ما عودين بيعملوا بالبشاميل أنا رح أعملها بالكريم فريش بقى تطلع دسمة أكتر ومع الفتة والسبانخ هيك تلبق أكتر يعني نضهر شوية لأنه البشاميل بيلبق مع بس يكون في صوص روج واللحمة هيك نحن عاملينها بالسبانخ بقى الكريم فريش كافية وتعطينا الطعمة ومثل ما قلنا رح نزيد الفتة والموزاريلا عوجة أوكي شيف مكونات طبيعية وموفقين أوكي موفق أنا رح أترككم مشاهدينا مع الشيف هادي مثل العادة حضروا المكونات وبلشوا حضروا طبختكم أو لغير نهار يلا انا ناطر انا هون اذا عزت اي شيء اوكي ثانك يو مشاهدينا رح بلش انا دغري بالاليات ورح اعمل صوص مثل ما قلنا ما رح اعمل بشاميل رح اعمل بالكريم فريش اكيد رح اجيب المقليه طبيعي بدنا زيت زيتون رح أقلي هلأ البصل والثوم مثل ما شايفين أنا معي مكعب من ماركت ووك ووك موجود بسبينيس هذا كمان رح أستعمله كمان دغري مع القلية هذا ثوم الفريش أنا عم بحط هلأ ثوم والبصل انا بعمل قليه حطيت مش الكميه كلها نص بنص لانه كمان بدي اعمل قليه للسبانخ وراح اجيب كمان هي الطنجره الصغيره كمان راح احط زيت زيتون هون رح قلي أنا السبانغ يلي رح يكون حشوة اللازانيا وهون رح أعمل الكريم فريش كمان مع الثوم والبصل كمان رح أحط البصل هون والثوم كمان قوينا النار على 2 مثل ما شايفين مشاهدينا فينا نجيب السبانغ الفريش فينا نجيبه المجلد نحن جايبينه كمان من ماركت الريدي مجلد انا هلا صفيته وراح اطبخه مع البصل والثوم هون اول قليه ما تاخذ بعضها كمان راح زيد الكريم فريش اوكي وراح استغني عن البشاميل اليوم راح نستعمل كريم فريش مع البصل والثوم والكريم فريش كافيه ناخذ النكهه مع ملح وبهار وهون الآلية رح تكون مثل ما قلنا بصل وثوم ورح احط سبانخ هلا يعني ننطر شوي زيت تيحمى الآلية دغري قلي البصل
كمان اول ما القليله دغري رح احط الكريم فريش دغري على السريع برجع بطحنهم دغري مع بعضهم البصل والثوم مع الكريم فريش وبتشد هي على نار خفيفه بخليها تشد ارجع احطها بطبخ هون عم بلش سقط سبانخ شوي شوي هلا صحيح شايفين كمياتهم كبيرة بس السبانخ دغري بيتبخر دغري بيدوب يعني الحشوة رح يكون فيها مثل ما قلنا سبانخ بس اطبخ شوي مع البصل والثوم سبانخ رح شيلهم على جنب وارجع ادعكهم بالفتة سبانخ مع الفتة بالإجمال كنا نحط جبنة البارميزون بس نحن عم نستعمل مكون أخف كوستو مثل ما بقولوا كلفتو علينا وبيعطينا طعم طيب الفتة مش عاطل هون دغري شقرت دغري رح نزل الكريم فريش مثل ما قلنا يعني البصل والثوم رح اطحنهم انا بالروبو بالميكسر نحط بهار اسود ملح اكيد رح احط لهم جبنه الموزاريلا المبروشه رح ارجع عيد شو حطينا بالصوص نحن ما عم نعمل بشاميل نحن استعملنا الكريم فريش عملنا قليه بصل وثوم تقريبا ملعقة رجعت حطيت الكريم فريش هلا رجعت زدت ملح وبهار وجدت جبنة الموزاريلا رح انا اضربهم كلهم مع بعضهم اول ما المكونات بلشوا يغلوا دغري رح اضربهم مع بعضهم بتركهم على نار خفيفة تيشدوا تقدر استعملهم باللازانيا هون حطيت البصل والثوم وهلا عم بطبخ معهم السبانخ سبانخ مجلدة يعني بس هلا رح تدوب بعد شوي كله تقدر مدهم بالصينية رح نتعمل هاي الصينية نحن هيدي قادرين نفوت فيها على الفرن ما بأثر ما بتطق أو شيء اوكي ورح نستعمل هول اللازانيا نحط أول صف هأرجع أحط جبنة الموزاريلا وبس تخلص عنا سبانخ بس نعمل خلطة مع الفتة رح شيل قصم منهم أعمل صف كمان وارجع أحط الكريمة وارجع أحط صف تاني مثله متمر هون مثل ما شايفين بلش تغلي شوي بلش حريك لما تلزق اكيد تاخد وقتها شوي تتبخر الماي منه واذا كتير مستعجلين فينا نشدها بالنشا بس انا بفضل انه تشد عمهلة هلا عنا سبانخ عم تنطبخ يعني بعدها مبينة انه مجلد شوي سلع على النار دغري تدوب هو ينال الغاز
كمان رح نعمل الكيل سلاد. هيدي خاصه الكيل، فينا نقطعها وفينا نتركها نورقها اذا بدنا. رح نقطعها ورح نسلق كمان الكينوا. الكينوا رح نسلقه كمان ونحطه على وجهه. كمان رح احط الجوز، رح نعمل صوص من العسل والحامض والزيت زيتون. هلا بتاني فقره نعمل الصوص ونحضرها. هلا رح اجيب جات صغير انا، رح بلش شيل السبانغ لكم كيف هون. كل ما تبلش تغلي نحرك كمان، رح خفف النار عليها فتبلش تشد على رواق. انا رح اعمل اثنين جاتين اليوم، هيدا جات صغير هول سبانغ بزياده لهن هول كميه هون مثل شايفين. رح اجيب الفته رح ازيد فته على السبانغ. كمان رشة ملح، نار أسود، رح ادعكن مع بعضهم نخلطهم مع بعضهم. بلش حطهم على الصينية دغري، نوزعهم بهالطريقة. نحن أول طبقة حطينا الباستا اللازانيا، ورق اللازانيا، جانا حطينا جبنة موزاريلا. هلا عم نوزع السبانغ اللي قليناه مع بصل وثوم، وزعناهم على الصينية. هيدي الطريقة. هلا بتحمل بعد شوي مشاهدينا، رح ارجع زيد انا شوي صغيره وعبيها كلها، يعني غطيها كلها، بطل بين الموزاريلا علينا. بنرجع بنحط كوش من الباستا، بنرجع بنحط الصوص، بنرجع بنحط عليها موزاريلا على وجه موزاريلا. رح نروح عند زميلتنا صندرا هلا. يعني شيف فادي هاللازانيا بتشهي من هيك، من اول ما انت عم تحضر نحن بلشنا نشتهي هون باستوديو مورنينج توك. على اي حال نحن رح نرجع لعندك خلال الحلقه اكيد لنطل على طبختنا. هلا بدي انتقل من جديد على مطبخ مورنينج توك تنشوف الشيف شو بده يعمل، حسب ما فهمت انه بده يحط الطبخه بالفرن. شيف فادي سمعت شو قالت ميراي؟ نحن كلنا سمع كلنا و عطول نستفيد منها فكرة مهمة كتير. شو وضع أكلتنا؟ مفروض طبعا يكون منوع. نحن عطول أكلتنا هلسي صحية ومتنوعة يعني، وفيها ألوان وفيها خضار. بقى نحن عطول نتبع تعليمات كلها، يعني ضروري كمان الواحد يهتم بصحته. مهم جدا. اليوم عنا اليوم يعني سبانغ هي حديد، وفي الفتة يعني منا عاطلة. رح كفي أنا صينية اللازانيا هون مثل ما قلنا، لازانيا حطينا هلا سبانغ مع الفتة طبخناها. رح عم بدهم بهالطريقة. حطيت أول طبق أنا عجينة اللازانيا، هلا جات حطيت موزاريلا، هلا عم حط سبانغ مع الفتة. هلا رح ارجع احط كمان عجينة اللازانيا. مثل ما قلنا هيدي العجينة مطبوخة، رح اكسرها بالنص بسكر الجوانب كلها. هلا رح احط
انا قلت عملنا بالكريم فريش ما عملنا بشاميل. رح وزع الكريمه مع البصل والثوم. من بعد ما احط الصوص هلا رح احط كمان موزاريلا مبروشه على وجهها. رح احطها بالفرن بدها تقريبا 25 ل 30 دقيقه على 180 درجه حراره. هيدي الموزاريلا، فينا نحط شادر، فينا نحط موزاريلا، شي يدوب يعني ويعطينا لون. نوزع جبنة بهالطريقة. سكرناها كلها مثل ما بيقولوا بالجبنة. هلا مشاهدينا رح نفوت فيها على الفرن، مثل ما قلنا بده من 25 ل 30 دقيقة على 180 درجة. رح احطها بالفرن هلا. هلا مشاهدينا مثل ما عملنا أول صينية رح نعمل صينية ثانية كمان، وبدنا نروح هلا بريك صغير وبنرجع لكم. هلا انا قلت له للشيف بدي اقطع، انا بدي اقطع الكيل، بدي اقطع الكيل. شيف انت شو بدك تعمل؟ انا راح اعمل صوص بهالوقت. يلا اللي بتعرف تقطع انت بتطبخ. انا لا مش كثير، انا ماكسيموم يعني بعرف اقلي بيض. يلا يلا انا كان راح اترككم واتفرج عليكم عن بعيد وخليك تتغدى معنا. ميرسي اذا الله رب. شيف مشاهدينا جورج راح يساعدني بتقطيع خس الكيل. هلا عم بلش تكون في هو التلميذ الجديد، بس بده يبلش ببلش بالكاتينج اول شيء. هلا شوف شوف اللقطه تبع هيدا. انا هون سلقت الكينوا لك شيف بقصهم صغار. ايه بنقصهم يعني انا قد اللقمه بيقولوا يعني اوكي شوفي على ذوقي يعني. مشاهدينا انا رح برد الكينوا، رح نبلش نطبق السلاد. كينوا نحن البيضة جايبينه. قد ايه بدها سلق لتستوي شيف؟ بدها 4 دقائق. منيح دغري لانه تستوي بسرعه كينوا دغري. بحط حدي انا رح بلش طبق الصوص. بحط العسل. هذا عسل اول شيء. ارجع احط حامض معصور، حامض طبيعي اكيد. رح اقرب زيت زيتون ملح وبهار لحده. شايف كيف شايف انا مقلع؟ تمام تمام انت مزبق يا جرجي. هلا زيت زيتون. شاف تعرف انه الشفية بس اهم شيء ما تروح لنا اصبعك. خلي هذا الاصبع لجوا كرمال اذا السكين بالغلط التهيت ما يروح لك اصبع. تمام بس لا عندك ما راح خبرك السر. انا مدرع حالي هلا، مدرع ايدي. انا حس بدي اعطيك علامه. عم يسالوا قد ايه بتعطيني علامه؟ علامه؟ ما راح اعطيك 10 عشان ما فيك 7.5. طيب يا شيف بتضل معنويات قليل شوي. اول 10 عشان من اول شو بقول من اول ضربه سكين. معك حق. انا صرت عم بتعلم منكم انت والشيف حنا، وعم بتعلم استعمل هول التريكس يعني. لابس كفين هلا هيك بحمي ايدي شوي 100%. بس ارجع اذكر بالصوص، انا صوص كثير هين وطبيعي. حطيت زيت زيتون حامض وعسل. هلا رح احط ملح وبهار. هيدي رشة بهار خفيفة. هيدي ملح.
شاف الكيل فينا نعملها مثلا بالشتويه فطاير؟ فينا نقليها ما بتفقد لانه ورقتها قاسيه. نعم. عارف كيف وحده فينا نعمله اكيد. هون راح نبلش نوزع القصص. طماط شريز انا راح احطهم على جنب. شو رايك؟ يلا حط لنا شوي بالنص بعد هيك تنعلي. بعد بدك؟ يا هاي وحده اثنين. انا راح وزع الشريز عليه كله. نزل الفتة هلا. هلا بدي ابقى قلها لساندرا. فتة مبروشة هيدي. قرشينا نحن مشان هيك شكله. حط. حط شوي. هلا بدنا نقلها لساندرا انه السلاد رح تذوقها من ايدي لانه هو اساس التقطيع. صح. انت تقطيع عليك. مش انه على اساس مش الصوص عرفت كيف؟ انا التقطيع. بسيطة. هي عيونتنا. مين شارك يعني نفذ وطبق. هو الفتة رح وزعهم عليها. رح نرجع نوزع الكينوا كمان هيك مفرفطين. انت حاطط معهم حاطط رشش بهار. بهار؟ بهار خشن هيك بيعطيهم نكهة. منه حار؟ منه حار لا. إذا بدك جرجي توزع انت الجوز عليها. في انا و خليني اشلح الكفين. هول المشمش. شفت كيف تعلمت منك ومن الشيف حنا ليك صرت سريع دغري تلبس كفوف دغري. بشلح كفين وبيلا. هلا انت فيك ضل نفس الكف كانت لانه ما استعملت شيء دجاج او لحمه يعني بعدنا نفس الايتم بس يلا ما منقطعهم هول ايه؟ لا وزعهم هيك احسن. هيك عم حس الالوان عن جد يعني ساندرا هلا رح تنبسط. كانت اوريدي ميراي بوجه لها تحيه عم بتقول قديش أهمية الألوان بالطبق. صح. لأنه الألوان كل لون في له إفادة معينة يعني. مهم نوزع الغذاء طبعنا. يعني في عالم شاف بيعملوا مثلا سلطات بتكون كلها خضرة. صح. ايه يعني عن جد لا بحطوا معها لا بندورة ما بتعيط ولا شيء. ايه. نحن صحيت مكونات يعني أساسية يعني الفتة والجوز همين خصوصا هلا بالصيفيه بدك شيء يعني بورد. صح فريش. ما بدك شيء اصلا كثير حلوه فكره السلطات اللي بتدخلها فواكه. صح بس مش يعني كل السلطات يعني اليوم لو حطينا نحن مشمش مجفف كنا دغري بتفكيرك بروح على الشتي على. صح. لا انا بفضل الفريش اصلا اكثر. والجوزة والزون كلهم خفيفه نظيفه وصحية. وصحية. اللازانيا كمان صحية. طبعا. يعني. هيدي حلوين الأطباق اليوم يعملون على عيد ال هيدي عصرة حامض على الأضحى. هي عصرة الحامض تيضل الجوز والمشمش ما يسود ويضلوا هيك فين. بس ما بيدبل الكيل ولا لا؟ لا الكيل ما بيدبل كتير نوعيته هيك قاسي بده وقت. قاسي بده وقت. هلا اخر شيء بتزيد ترجع فوقهم شوي. هلا في عندنا صوص عملناها اوكي فيها عسل وحامض زيت زيتون بنحط فوقهم اخر شيء اوكي على النهاية. طيب شيف لكن خلينا انا وياك ناخذ بريك سريع مع المشاهدين ومن بعدها بنرجع. مشاهدينا ختام حلقتنا مسك في مطبخ مورنينج توك وهلأ صار وقت نحضر أطباقنا قبل ما نروح على مرحلة التذوق. شيف نحن بس بدنا نسكب
نحن بس بدنا نسكت بسحونا ونتغدى منذكر المشاهدين شو الاطباق يلي حضرناها لليوم. نحن حضرنا لازانيا حشيناها بالسبانخ اوكي وحطينا لها عوجه الموزاريلا والفيتا اوكي وهيدي للتانية كمان اول وحده عملناها حطينا مع سبانخ الفيتا اوكي وحطينا خلطه شوي مختلفه ايه حطينا فيتا مع سبانخ وحطينا موزاريلا على وجهه. وجورج حضر السلطه فتة مع كيل وكينوا ومع المشمش وماتشيريز وجوز وجبنة جبنة الفتة بدك تضيف صوص والصوص هي كانت بس عسل وحامض وزيت زيتون وملح وبهار راح نحط عليها فينا بلش ونبلش هيك نحط الصوص هون هيك هلا هيك شايف انا رح بلش انقع السلطه انت حتاخذ هيدا لانه اتقل انا باخذ هيدا اسهل شيء علي جي انا ما شو مزنود اذا بينفع والله الوان بجننك شو مقرر تسكب لنا بالاول سلطه يلا بلش بالسلطه برجع انا هول خلينا نحضنه اوكي جورج اي حابب تدوق اكثر شيء غير انه رح نبلش بالسلطه انا عمره على النص هن نفس الشيء هول لا شايف بيننا صندوره لا شوي الخلطه مختلفه يلي بداخل اللازانيا ايه في وحده فيها فتة السبانغ مخلوطين اللي ما فتة مزبوط اوكي انا بس شويه سلاد ميرسي شايف كلك سو شفتي صندوق السلاد مليئه بالالوان ايه يعني هي قالت لي انه لازم طبقنا يكون متنوع صح لحتى يأمننا الغذاء الضروري. شكرا شيف. شيف لازم هلا نودع مشاهدينا لانه خلص وقت حلقتنا اليوم. شكرا شيف بدنا نودع المشاهدين. يلا نودعهم كلنا سوا. مشاهدينا وقت حلقتنا انتهى، نحن اكيد بنرجع بنلاقيكم انا وزميلي جورج جمعه، بس طبعا زملائنا بكره اذا الله راد بيطلعوا عليكم بحلقه جديده، حلقه متنوعه مليئه بالفقرات المسليه ويلي بتقدم لكم هيك معلومات جديده. طبعا مشاهدينا بنتمنى لكم باقي نهار سعيد وان شاء الله بتقضوا امسيه جميله جدا ونحن بنشوفكم باي باي باي